احنا طبعا هذا المحل ورثته عن السيد الوالد الله يرحمه ويرحم والديكم، فكان هاي الشغله اصلا ما موجوده بالعراق، بس كان واحد الله يرحمه الحاج حميد السعدي القيار كان هو هذا يشتغل بهاي الشغله. وهي الشغله كانت همين مو سناره وما اعرف شنو، كان بس شبك، والشبك الغزل، لا كان منقنه ولا كان كرفات ولا شبك غزل فقط يشتغل به. احنا طورنا هاي الشغله من بعد ما الزراعه قلت بالعراق، اتجهنا الى شغله مستلزمات صيد الاسماك. انا بالنسبه لي بديت كمحل بيع شبك وشغلات وكرفات، بالآونة الأخيرة تركت هاي لأنه صارت بكثرة، فأني طورتها، قمت أشتغل بالسنارة والخيط والهوك اللي هو الشوز، إضافة إلى الرينج، الشغلات يعني مال هوات. بعدين وراها طورت الشغلة، الناس همين قامت تفتح، بس أني أول الناس، أني بالثمانينات أول من فتح بهاي الشغلة، والحمد لله هو هذا محلنا يعني أساساً مال الوالد الله يرحمه. أي فهذا السوق تحول إلى هاي الشغلة همين. بعدين من كثرة الصيادة اللي صاروا والهواة بدينا نعمل جروبات للصيد الأسماك، فهس بدأ بجروب جروباً، هسه حالياً عشرات الجروبات. هنا أنا بمحلي سويت السنارة لأنه أول من تعاملت وياهم كان جماعة حوالي بهم بالعشرين واحد أو أكثر، دولة من منطقة قراج أمانة مسيح هم الناس، والله أغلى سنارة وأغلى عودة. المشكلة هنا ما نقدر نجيبها، موجود مثلا عودة ب $400، سنارة مكينة تقريبا هم 300-400 اللي هي الدايو والشيمانو والأولمبيك.